خوتي ماي جيست توداي جو مابيل يونس باهي. يونس الا قلت لك عطي نصيحه لراسك فاش كنتي في العشرينات شنو غتقول لراسك؟ وا دون لي فانتين جافي بوكو دو دوبورتونيتي جافي زعما بوكو دو شانس مي جي راتي بوكو كوم جي دي دي اوبورتونيتي ابري كان عندي جافي اون اوبورتونيتي بو بارتي ان فرانس مي جو لي غاشي افيك mes parents et tout ça on كان عندنا des problèmes familial donc النصيحه اللي تعطي لراسك والناس اللي في العشرينات سي يس تو لايف زعما ما تمني تجي اوبورتونيتي ما تقولوش ليها لا النصيحه نعطي لي لي جون ديال لي 20 et tout ça خصكم ميجيكم اوبورتونيتي في الفرنسي il faut apprendre les langues et insan yqra يكون voilà une personne bien cultivée et tout ça اي كون سبورتيف ان شاء الله فراسو ان شاء الله في صحته وليدي بعد على البليه ووالدي بيان سور اي تو مرحبا نايس